هي المعجون الام في الاسره للتشريعات الطبيه مقدمه طارق الدكتور طارق الجنري مقاربه امنيه لمكافحه الاسره الام في الاسره للعميد العميد ناجي حماد مشاركه الجوانب الاجرائيه في تنفيذ الاحكام الجنائيه مستشار خالد الشريف دور المشرع الليبي في الحد من العنف الاسري مقدم الاستاذ مفتاح المدير جدال العنف الاسري في المراه في مسودة الدستور مقدم من الدكتوره حسن بحيح عمل اداره التنميه الاسريه لمواجهه العنف الاسري برعايه مقدم الاستاذه بنيه البكي دور الاعلام في حد مظاهره العنف الاسري مقدمه من الدكتور الاستاذ عمر الجوشي. في البدايه نحب ننوه ان لفتره مده زمنيه محدودة للمحاضرة أو الإجازة الحضورية فإن أمل الجميع التقييد في المدة الزمنية مخصصة لكل ورقة بحثية في هذا المدة ستكون مقاربة 15 دقيقة نأمل من الجميع التقييد في استغراق الوقت المحدد متاح للجميع بالمشاركة في إثراء هذه الجلسة. معنا كلمة التحية أو السيدة خديجة سيكري رئيس مجلس إدارة منظمة الأمن أود أن أقول أننا يجب أن نرفع صوتنا عاليا وأن تكون هذه هي الطاولة المستديرة الوحيدة الأولى والأخيرة. نتمنى من كل المنظمات من كل القطاعات يكون لنا صوت كبير وفاعل لأن إذا تم السكوت عن هذه الممارسات فستحيلنا إلى غابة نرى بوادرها منذ الآن. طبعا دائما ألينا على أنفسنا في منظمة الأمازونات وكان هدفنا الأساسي هو الاهتمام بقضايا المرأة ولعل العنف الأسري أو العنف الموجه ضد المرأة تحديدا من أولى اهتماماتنا هو مناهضة هذا العنف أو محاولة الحد منه. بداية أحب أن أؤكد عليه أن نحن اليوم مجتمعين في هذه الجلسة الحوارية نحن كنا ناس يعني أغلبنا متخصصين لو ما كناش متخصصين في مجال من المجالات أو المحاور العديدة في السنوات الحوارية فنحن نولي بالتأكيد اهتمام كبير بهذا الموضوع وإلا ما كنتم لتتواجدوا في هذا المكان. نحن اليوم أتمنى أن نقدم إضافات أو أن نحاول تشخيص المشهد الآن أو الوضع اللي كنا ممكن لاحظناه أو شفناه في الفترة الأخيرة. حقيقة نحن اليوم لم نتحدث عن الضحية الفلانية أو الاسم الفلاني، نحن نتحدث عن العنف بصفة عامة قبل لأن هو العنف الأسري هو قضية من القضايا اللي هو القديمة يعني تعاني منها كل المجتمعات حتى في المجتمعات المتقدمة يوجد عنف أسري. بداية بس عشان نكون ننطلقوا من أساس واحد ولو عرفنا العنف في مفهوم العالي شو هو العنف عندما نتحدث عنه هو سلوك يتسم بالقسوة والعدوان والقهر والإكراه وسلوك بعيد عن التحرك تحركه بدرافة عدوانية وطاقات جسمية وهو ينصب على الأشخاص أو على ممتلكاتهم لقهرهم قد يكون فرديا أو جماعيا. يشير العنف إلى استخدام الضغط أو القسوة استخدام غير مشروع وغير مطابق للقانون وهذا من شأنه التأثير على إرادة الفرد وقهره. ضمن نجي نعرف العنف الأسري في حد ذاته، العنف الأسري هو الذي يقع داخل نطاق الأسرة. لما نقول داخل نطاق الأسرة معناها هذا العنف قد يقع عند أي فرد في الأسرة ضد الآخر. لكن عادة ما يكون الشخص الأقوى أو الذي صلاحيات أكثر داخل الأسرة، بمعنى قد يكون من الزوج ضد الزوجة، قد يكون من الأب ضد الأبناء، قد يكون من الأبناء الكبار ضد الأخوة الأصغر، قد يكون ضد الأب المسلم. فهنا تتعدد اتجاه العنف المهم في الأمر أنه يقع داخل نطاق الأسرة. حقيقة نحن اليوم نحن نتحدث عن العنف الأسري ربما سيكون تركيزنا بالدرجة الأولى على العنف الموجه ضد المرأة لأنها قد تكون هي الحلقة الأضعف داخل الأسرة خاصة عندما يوجه إليها العنف من الزوج أو من الأب أو من